هناك أناس تعيش حياتها وأناس تعيش حياة الناس التي تعيش حياتها. أغلب أمور حياتك التي لم تكتمل لست أنت سبب فيها، بل بسبب بعض المراقبات وقطع ما أمر الله به أن يوصل. فإذا كنت مقبلا إلى أمر جديد، عمل، مشروع، زواج، أغلق فمك إلى أن يكتمل. فهنالك الكثير ليس لديه النية السليمة وحسن الظن مثل ما تعتقد، ويوجد الكثير ممن لا يريد الخير للناس. قال تعالى في كتابه العزيز حكاية عن يعقوب عليه السلام لولده يوسف، قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. لا تتحدث عن كل ما أعطاك الله إياه أمام الجميع. بعض النفوس مريضة وبعض الأعين مسمومة. حصن عطايا الله لك بالحمد والكتمان، أو على الأقل لا تبح بها للجميع. فالحاسد لا يرضيه شيء إلا زوال النعمة. وقديما حسد الإخوة أخاهم على حلم رآه في منامه. أتريد أنت أن تسلم من الناس على وظيفة أو زوجة أو مال أو منصب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. والله يحفظكم وأهليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.